بسم الله الرحمن الرحيم. And you found that the scholars of the past had books that they call fawaid, benefits. A dafter, if you will, a notebook for benefits. You hear something beneficial, doesn't have to be under any specific title or anything else. You write down the benefit. أصبحت كل من الناس يقول إنه مستمع للكتاب، وأصبحت كلمة الكتاب وسيلة يأخذ بها ويقول إنه مستمع لها حتى أهل البلاد، فكيف يكون مؤمن بالإسلام والسنة وكيف يعرف مستمعهما؟ اتباع السلف، فمن كان متبعا للسلف فهو متبع للكتاب، ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب، فالمقياس هو السلف الصالح. نعم.